حبيبيات والله يجعل البركه. حبيب على حسب الجو، دابا الجو بارد شويه السلعه القطنيه كتحرك ومن بعد كيزيدوا فيها، مي كيسخن الحال عاود كتوقف شويه، ما كتبقاش شي غاليه شويه. هادشي اللي طلع المردي، هذا هو السبب. هادشي الشباب هذا هو السبب ضرب الارتفاع. صافي هادشي اللي كاين الله اعلم. شحال عامله اليوم اللوبيه؟ اللوبيه 22 على حسب، وكاين السلعه اخرى 18 درهم، وكاين الحمص 22 حتى 26، الرقيق القربانسو هادشي اللي طلع المردي. العدس د المغرب كان 24 25، وكندا 17 16، هادشي اللي بيصار 12 درهم، والجلبانه 14 15 على حسب اللون ديالها. هادشي اللي كاين اخي. الشعريه 12 درهم. نعم هي تزادت شويه. والروز 14 14، وكاين 20 كابريس. يعني الجودة غالية. الجودة غالية، كاينة حتى 30 درهم ما كنجيبوش هنايا، ما هادشي اللي طلع لها. الفوليا بس كيعمل د المغرب كيعمل 16 17، كاين ديال على برا كيعمل حتى 20، وهادشي اللي كاين الحين. يعني دابا في النوع ديال القطاني فيما يجي فص 6، فيما يجي فص 6 كيزيدوا يعني تقريبا درهم 50. جوج دراهم، درهم يعني من جوج دراهم تحت. نعم باي سخون الحال يخرج 3 4 كيبدا عاود الوقوف عليه شي حاجه، يبقى ينقص. بدا ينقص يعني ماشي مشكل ديال الترونسبور ولا لا؟ حتى الترونسبور عاود كيزيد المردي. الله يبدا على حسب الانسانس والمازوت، مي كيزيد عاود كيزيدو هما، مي كينقص عاود كينقصو هما ضروري. تبقى طانيش منا واحد كيجي هنا من طنجه، ما عندناش هنا في طنجه شي حاجه قليله. كاين الحمص، كاين اللوبيا، باهي كيجي العروبيه من ديال زعما جات مراكش. الحوزه القريه دبا محمد نواحي الزعير. لا كامل في وقت الفلاحه كتدخل السلعه ديال البلاد مزيانه، لكن السلعه قليله شي حاجه وغاليه. نعم نعم سيدي دابا طاحت شي كيزيد تماما. مرة هذيك هذه عيشه كبيره. نعم كيف